وها قد حلت العشر الأواخر، فبادر ثم بادر، وإن قصرت في ثلثيه فانهض، وقم وانصب وشد لها المآزر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذه الأيام بلا شك أنها أيام مباركة، وأنها كذلك أيام استثنائية من جميع النواحي، من الجانب الطبيعي والحياتي، فالمدارس معلقة والأعمال معلقة والظروف مهيئة جدا، وكأنه سبحانه وتعالى هيئ لنا هذه الظروف للتفرق ولعبادته أكثر مما مضى. كان حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه إذا دخلت هذه العشر يحيي ليلة ويوقظ أهله ويشد المئزر، يحيي الليلة أي بمعنى الليلة كله. فمن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه في هذه العشر أنه يحيي الليل كله في طاعة الله سبحانه وتعالى. والمؤمن ينوع بين صلاة، بين قراءة القرآن، بين الدعاء، بين التسبيح، بين جميع الأعمال الصالحة، فحتى يدرك فضل هذه الليلة المباركة التي أودعها الله عز وجل في هذه العشر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدرك ما ليلة القدر؟ إيش عرفك بعظيم منزلة هذه الليلة المباركة؟ بينها سبحانه، ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر إذا قسمت على 12 يطلع لك 83، أي 83 سنة. فلو أنك وفقك الله لقيام هذه الليلة لكتب الله لك أجر عبادة 83 سنة. وهذه بسيطة؟ لا والله، الناس الآن تتهافت على الشركات التي السهم فيها مضاعف، فما بالك بمن كانت ليلة واحدة تضاف في رصيد حسناته بعبادة 83 سنة. فهذه أيام مباركة، الله الله، أيها المسلم أن تحرص عليها. كذلك مما كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه ويرشد به أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، تخصيص هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. العفو أمر عظيم، إذا عفى الله عنك فأنت نلت وفزت بخيري الدنيا والآخرة. فاحرص أيها المبارك، وصور نفسك أنك تعيش هذا آخر رمضان، ماذا سيكون وضعك لو قيل لك فعلا أنك تموت بعد هذا رمضان؟ ما تدرك رمضان القادم، ماذا يكون فعلك وماذا يكون حالك؟ بلا شك أن حالك سيكون في اجتهاد. فاحرص أيها المبارك، لأن الإنسان ما يدري بنفسه متى ينتقل من هذه الحياة. واحرص أيها المبارك أن تصلي في البيت بأهلك، أن تصلي في البيت بأهلك، لأن البيت الذي تقام فيه العبادة ويقرأ فيه القرآن تحل فيه البركة. والله ثم والله، البيت الذي يقرأ فيه القرآن وتقام فيه الصلوات وذكر الله عز وجل يكون فيه بركة وانسجام وأنس ومحبة وراحة وألفة بين أهل البيت، لأن ذكر الله تجتمع عليه الملائكة، وغير ذكر الله تجتمع عليه الشياطين. فالله الله، بالاستغلال هذه الأيام المباركة فهي استثنائية من جميع الجوانب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وممن تعتق رقابهم من النار في هذا الشهر الكريم. وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه، الحمد لله رب العالمين. ففيها ليلة يا صاح خير لنا من 1000 شهر في الشعائر، وفيها ثم فيها ثم فيها لنا ما لا يعد من البشائر. فيا سعد الذي قام احتسابا وإيمانا بأن الله غافر، فيا سعد الذي قام احتسابا
وإيمانا بأن الله غافر.